طب دكتور، هو في احد الاخوه يعني ارسل سؤال خاص بهذه النقطه تحديدا، دكتور مساله الرقيه وكده، بيسال بيقول يعني يا ريت الدكتور جعفر يوضح كيفيه الرقيه والتحصين، خاصه يعني ان هناك طفله محسوده حسب ما يقول في السؤال بسبب تميزها يعني. في طبعا ايات الرقيه، يعني عفوا سوره البقره بحد ذاتها رقيه، يعني سوره البقره وقايه وعلاج. اي نعم. كما قلنا اهو، تطرد الشياطين من البيت يبقى دي علاج. وبعدين تمنع الشياطين من دخول البيت يبقى دي وقايه. كذلك المعوذات الثلاثه، سوره الفلق، سوره الاخلاص والفلق والناس. الرسول رجل اسمه لبيد بن الاعصم، الرجل ده عمل سحر للرسول عليه الصلاه والسلام، وصار الرسول يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى انزل الله تعالى عليه سوره الفلق وسوره الناس. وكان لبيد بن الاعصم كان عامل الرسول، كان عامل الرسول 11 عقده. فكان الرسول لما أنزل الله تعالى عليه سورة الفلق وسورة الناس، سورة 6 آيات وسورة 5 آيات. أي نعم. فكان الرسول كلما قرأ آية انحلت عقدة، كلما يقرأ آية انحلت عقدة، يقرأ آية انحلت عقدة، حتى نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فصار الرسول بعد نزول سورة الفلق وسورة الناس يكثر من تلاوتهما، وقال وما تعوذ بمثلهما متعوز. فالبنت كما قال أخونا السائل عند حضرتك، هو عليه أن يقرأ على ابنته المعوذات الفلق والناس كثيرا. وعلمنا نحن أن نقرأ المعوذات عقب كل صلاة من الصلاة الخمس، وأن نقرأها بعد الفجر وبعد المغرب بالذات 3 مرات، ونقرأهما عندما ننام، ونقرأهما في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. نستقبل يومنا باللجوء إلى الله بأن يحصننا وأن يحفظنا منهم، ونستقبل ليلنا كذلك باللجوء إلى الله بأن يحفظنا وأن يعصمنا منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله.